الله الذي حكم شرائعه في شريعة الإسلام وجعلها سمحة صالحة لكل زمان ومكان، وتكفل بحفظها عن التحريف والنقصان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يشغله شأن عن شان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والإحسان ومتمماً لمكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، عباد الله، فاتقوا الله. إخوة الإيمان، الأمنية والأمان هاجس لا ينفك عن النفس البشرية، فما من عبد إلا وقد طاف خياله في خياله ألوان من الأمان. وكما ينشط المرء في دنياه لطموحات، كذلك يتطلع في أخراه لأمنيات. ومن أعظم الأمان الأخروية التي تتوق لها الأرواح وتطير لها القلوب هي مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام. تلك الأمنية التي تصبو دونها كل أمنية، والغاية التي تتضاءل بعدها كل غاية، مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام في الآخرة، نهاية تمتد نحوها الأعناق، وعيش تهفو له القلوب والأشواق. إنها ليست مرافقة وزير، أو أمير أو ملك من الملوك، إنها مرافقة لا يعكرها إدلال ولا يكدرها زوال، بل هي مرافقة صرمدية دائمة في جنات ونهر عند مليك مقتدر. فيا سعادة من حازها، ويا هناء من نالها. ذو حظ عظيم، من كان رفيقا للنبي الكريم في جنات النعيم. ذو حظ عظيم من كان جليسه صفي الله وخليله وحبيبه ونبيه. ذو حظ عظيم من كان نديمه سيدا ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من تفتح له أبواب الجنة. مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة أمنية دعا بها الصالحون وسعى لها العاملون. كم ترقرقت لأجلها الدموع على المحاجر، وكم تلجلجت طلبا لها الدعوات في الحماجر. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مسجده ذات يوم، وقد أسدل الليل سدوله. النبي عليه الصلاة والسلام يرى عبد الله بن مسعود يدعو ربه فيقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، ومرافقة محمد في أعلى الخلد. يا أحباب رسول الله صلوا عليه، ما منا لا يتمنى مرافقته، لكن الأمان وحدها بلا عمل إفلاس. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فيا من تاقت نفسه بمرافقة خير الورى، ويا من من نفسه بالجلوس مع خير من وطئ الثرى، أبشر أخي فالطريق سهل والسبيل ميسور، فأعمال صالحات وخصال وقربات يصل بها المرء
نبيك عليه الصلاة والسلام حين قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وضم بين أصابعه. مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام في الآخرة تزف إلى كل عامل، إلى كل عامل جعل لسانه، جعل لسانه لهاجا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قد ترطب لسانه، قد ترطب لسانه بكثرة الصلاة على رسول الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. روى الترمذي في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وزاد البيهقي في سننه فقال: فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني مجلسا. إخوة الإيمان، وأحق الناس بمرافقة رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أولئك الرجال الذين حسنت أخلاقهم وطاب سلوكهم، فتبوأ من القلوب محلا ومن الجنات نزلا. يحدثنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عن هذا الفضل فيقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب نبيك عليه الصلاة والسلام. قال الله: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور.